ومن برلين معنا دكتور رضوان قاسم الباحث والكاتب في الشؤون الدولية. مرحبا بك معنا في هذه النشرة دكتور رضوان. كيف يراقب الغرب هذه المتابعة إذن، أو بالأحرى هذه اللقاءات لزلنسكي ومحاولته أخذ الدعم من آسيا في قادم الأيام؟ أولا تحياتي لكم ولمشاهدي قناتكم الأعزاء. الواقع أن زيلينسكي ليس له صفة شخصية رسمية حقيقية معترف بها دوليا، وخاصة بالنسبة أيضا للداخل الأوكراني، على أنه أصبح ما زال رئيسا لأوكرانيا. هو يتصرف يعني كرئيس سابق انتهت ولايته، لكن طالما أن هنالك دعما أمريكيا وغطاء أمريكيا وغربيا له، هو يتصرف من هذا الباب ومن هذا الأساس. لكن كل ما يقوم به لا يمكن أن يعول عليه على أنه يعني رسمي أو قانوني. هذه من ناحية. من ناحية أخرى تحركته هو طبعا بالنسبة للدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية هي تحركات مقصود بها تفعيل الأزمات في المنطقة، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تذهب، وذهبت قبل ذلك إلى الفلبين لتوتير الأوضاع هناك مع الصين. والمنطقة أصلا يعني هي غير آمنة وغير مستقرة سياسيا، فيريد المزيد من تفعيل هذه الخلافات وهذه المواقف التي تتخذها بعض الدول من أجل إلهاء بعض الدول التي يعتبرها داعمة إلى روسيا مثل الصين. لكن فعليا لن تكون لها أي تأثير عملي على الأرض، خاصة أن زيلينسكي كما ذكرنا ليس له حيثية قانونية على أنه رئيس بدال رئيسا لأوكرانيا بعد انتهاء ولايته. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، إذا كان الحلف الأطلسي بمجمله لم يغير من واقع الأمر في شيء، فكيف به يعني يذهب إلى الفلبين؟ يعني ماذا ستزيد في الأمر الفلبين له، أو أي دولة بعيدة المدى عنه أو بعيدة عن أوروبا حتى تدعمه بأي موعد بأي نوع من الدعم؟ كل هذا إن لم يكن للفلبين دعما عمليا على الأرض الآن دكتور رضوان، لكن اختياره للفلبين نكاية في الصين له رسالة على الأقل. تماما، هذا ما أردت يعني أن أشير إليه، هذا ما أشرت إليه عندما قلت أنه يريد تفعيل الأزمات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا بإيحاء ويعني دعوة أو بدفع أمريكي لتفعيل الأزمات أكثر فأكثر. نحن نعرف اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تعيش على بؤر الخلافات والمناطق المشتعلة، ومن ضمنها تريد إشعال الفتن والمشاكل في بحر الصين حتى تلهي الصين، وهي أصلا يعني دائما تسعى إلى هذه المشاكل لافتعال المشاكل لإلهاء الصين عما تقوم به من خاصة فيما يخص تايوان وبعض الدول المجاورة والتحالفات التي تقوم بها الصين على صعيد بحر الصين وجيرانها. لهذا الولايات المتحدة الأمريكية دفعت بزيلينسكي لتفعيل الأزمات هناك مجددا، وهذا إن دل على شيء يدل على أن هنالك خللا في السياسة الأمريكية التي لم تعد قادرة أن تقدم المزيد للعديد من الدول، فبدأت تدفع بزيلينسكي على أن يقوم بهذه الجولة، حيث أنه اليوم الخلاف الدولي على موضوع أوكرانيا واضح وبين، والكثير من الانشقاقات حتى في داخل الدول الأوروبية، فيريد أن يصدر هذه الخلافات وهذه الانشقاقات إلى دول أخرى. كما ذكرنا أنه لن يقدم ولا يؤخر شيء في الذهاب إلى الفلبين أو لغير الفلبين، لكن كل ما في الأمر هو مواقف سياسية لا تتوافق مع السلم الدولي ولا تتوافق مع خاصة في منطقة يعني بحر الصين والدول المجاورة لها، لأنه هذا لم يغير ولن يغير في واقع الأمر في شيء من خلال السياسات التي تتخذها الصين المحايدة في موضوع أوكرانيا. لهذا يريد تفعيل هذه المشاكل حتى يظهر على أنه لديه دعم دولي، لكن هذا الدعم يعني أعرج إذا صح التعبير، غير منطقي وغير واقعي. إذا كان الجوار بالنسبة له
دول الأطلسي والدول الأوروبية يعني مختلفة فيما بينها حول دعمه، فكيف بالدول البعيدة وخاصة مثل الفلبين؟ لا أعتقد أنها ستغير في واقع الأمر، باستثناء سوى تفعيل المشاكل وبعض المواقف السياسية التي ربما تكون مفيدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تحت حجج وذرائع مختلفة لإثبات وجودها في تلك المنطقة. من برلين دكتور رضوان قاسم الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، شكرا لك.